أهلا بكم من جديد. رؤساء الأندية على مقاعد البدلاء ظاهرة انتقلت من ملاعب الخليج إلى أوروبا. رفيق الحلو. يبدو المشهد علامة سعودية مسجلة. رئيس النادي على دكة البدلاء بجانب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. في بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر يونايتد وسيتي، ميلان، يوفنتوس، والقائمة تطول. رئيس النادي أو حتى المالك في المقصورة أثناء المباريات يظهر خلال مؤتمرات صحفية فقط في فترتي انتقالات اللاعبين الصيفية والشتوية، عند التعاقد مع نجم كبير أو عند الإعلان عن مشاريع ومناقصات جديدة. لم تعرف أوروبا بكل أنديتها الظاهرة حتى تحولت ملكية باريس سان جيرمان للخليجيين أنفسهم. فصدر ناصر الخليفي رئيس النادي حاليا الظاهرة إلى الدوري الفرنسي، فأصبح الرئيس الخليجي الأوروبي الذي يظهر في كل مكان، المكان المخصص لمقابلات اللاعبين والمدربين عقب كل مباراة، بل حتى وفي منصة المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمدربين. في السعودية ومنذ عامين لا يفارق الأمير فيصل بن تركي دكة فريقه، يظهر في كل وقت إلى جانب لاعبيه والمدرب ويمارس طقوسه الخاصة بعد الأهداف، منها قفزته الشهيرة. ويسلك إبراهيم البلوي رئيس الاتحاد المسلك نفسه منذ توليه مقاليد الأمور في النادي الجداوي الكبير. الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال ظهر أخيرا على دكة البدلاء مع فريقه بعد مطالبات إعلامية جماهيرية، وسجلت كاميرات التلفزيون ردود فعله العفوية القوية في دوري أبطال آسيا. يشابه في ذلك الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي الذي يظهر ويختفي في دكة الأهلي، في حين يقول الأهلاويون أن أخضرهم لا يخسر إذا ظهر رئيسهم في الدكة. ظاهرة فريدة من نوعها خرقت بروتوكولات وعادات وتقاليد متعارف عليها أوروبيا وعالميا، فهل هي إضافة عفوية غير مدروسة أم ظاهرة صحية تأتي بالفائدة على الفريق واللاعبين؟ وإن كانت كذلك لماذا لا يتبعها الأوروبيون، علما أن هناك بند في لوائح بطاقات الاعتماد الخاصة بدخول المستطيل الأخضر في أوروبا لا يسمح بالدخول إلا للطاقم الفني واللاعبين والحكام، فيما يمنع البقية من التواجد فيه حتى صافرة النهاية. ولكن هناك دائما طريقة تمكن رئيس النادي أو مالكه من الجلوس على دكة البدلاء إذا أراد. من الخبر يلتحق بنا الكاتب والناقد الرياضي مسلي أهلا عمار. مسلي أهلا بك معنا. أولا لا نستطيع أن نقول أنها جميلة أو ليست جميلة، لكن هل هي مفيدة أو غير مفيدة جلوس رئيس النادي على دكة البدلاء؟ بالنسبة للفريق والضغط على الحكام أحيانا قد تكون مفيدة، وأنا أعتقد أن هذا من الأهداف الرئيسية. هناك مطالبات جماهيرية وإعلامية لرؤساء الأندية بأن يكونوا على الدكة للتأثير حسب ما يعتقدون على الحكام. على المستوى الكرة السعودية أو الرياضة أنا أعتقد أنها غير مفيدة أبدا، لأن رئيس النادي له أدوار أخرى غير التدريب ومشاركة المدرب في الرأي أو التأثير على الحكم. رئيس النادي مطلوب منه تنظيم النادي، مطلوب منه دفع الرواتب، مطلوب منه التسويق بعقود إعلانية أو رعايات، الدكة للاعبين والمدرب فقط. فإذا يعني أخذناها في المجمل طبعا يعني صورة تعكس وضع الرياضة والكرة السعودية عندنا، يعني صورة يعني من الصور الناطقة. جميل. طيب مسلي، قانونيا ليس هناك مقعد لرئيس النادي في دكة البدلاء، كيف يجلسون في السعودية؟ أنا بعض الرؤساء ممكن يعني يضطر أنه يسجل اسمه، ممكن حارس مرمى احتياطي ولا شيء، يعني ممكن يسوي أي شيء في سبيل أنه يجلس على الدكة، ممكن يحط نفسه مدير فريق، ممكن بعضهم يعني ممكن يدخل وهو مش موجود في السكور شيت يعني. طيب
وحدثت يعني رغم وقبل سنتين نتذكر كان في قرار من اتحاد الكرة بمنع رؤساء الأندية من الجلوس على الدكة، لكن لم تستطع رابطة المحترفين أو هيئة دوري المحترفين من فرض مثل هذا القرار، لأن يحتاج إلى قوة، وأعتقد أن رؤساء الأندية أقوى من الرابطة وأقوى من الاتحاد. جميل. طيب سلي، هل لها مساوئ على الكرة بشكل عام؟ سلبيات خلنا نقول ألطف من مساوئ. طبعاً. أنا متأكد أن بعض الرؤساء يعني انفعل انفعالاته وقام بتصرفات ربما بعد المباراة بساعة ساعتين ندم على ما فعله. دائما يكون الرئيس تحت الضغط النفسي الكبير، وقد يقوم بتصرفات لا تعكس، وبالذات أنهم يعني قدوات لمن يتابع المباريات وللمتابعين. فمثل هذه التصرفات أنا أعتقد أنها مزعجة ولا تخدمهم، أو بمعنى أصح تخدش صورهم أمام الجميع. جميل. طيب أنت مسلي، ولا اشتغلت تعكس أي صورة جميلة. أنت اشتغلت سنة كاملة في مانشستر يونايتد، كم مرة شفت رئيس النادي سنة كاملة؟ ستة أشهر. والله ما شفته ولا مرة، على الطبيعة ولا مرة شفته. أنا شفت نائب الرئيس أثناء المباريات لما كنت والله ما شفته على الطبيعة. لما كنت تروح مع الفريق للمباريات كنت تشوفه؟ أنت وقتنا مسلي، قل لي إيه ولا لا؟ أصلاً ما نشوف الفريق، لا 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 ما نشوف الفريق أصلاً، ولا نشوف الرئيس نهائياً. شكراً جزيلاً مسلي المعمار من الرياض. تألم القناص فتألمت السهام والنبال ومحبه. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، وأنا ألقاكم. سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. بيا ولا بي، بيا ولا بي، كرهت الألم والآه. بيا ولا بيك، شلون أخليك، شلون أخليك وحدك تصيح الآه. شلون أخليك، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه. قبل ما تنزل صدرك